احنا نتعلم ونصير كبار ونعرف انه نشتغل وهيك. في الوقت الذي يودع فيه معظم الأطفال في العالم عطلتهم الجميلة متذمرين من العودة للمدارس، يطالب نصف مليون طالب فلسطيني لاجئ وكالة الغوث بالوقوف عند التزاماتها بعدم تأجيل أو إلغاء الفصل الدراسي. المفوض العام يريد أن يوجه رسالة قوية للعالم من خلال تأجيل تدريجي لمدة أسبوعين ثم أسبوعين ثم شهر ثم شهرين إلى غاية 4 شهور الحد الأقصى. خلال 4 شهور تستطيع الوكالة أن تغطي عجزها المالي، ولكن تنتهي وكالة الغوث بشكل واضح، لأنه تصرف وكالة الغوث حوالي 25 مليون دولار شهريا رواتب موظفين. خلال 4 شهور تغطي العجز المالي 100 مليون دولار، لكن لن يكون هنالك مدارس بعد ذلك، لأنه لا يمكن لمواطن أو أب أطفال أن يترك أطفاله في الشارع بدون تعليم بدون علم. 22 ألف موظف يعمل في سلك التعليم التابع لوكالة الغوث في الأقطار الخمسة من أصل 30 ألف موظف، مهددون بانقطاع مصدر رزقهم والجلوس في بطالة مشوهة وسط التزامات وظروف عيش صعبة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. هي تتحجج أنه لا عندها عجز مالي، والعجز المالي الذي تدعي به اللي هو 101 مليون هذا ليس مقياس في المبالغ التي تصرف من قبل الدول المانحة على مشاريع جانبية في الوكالة. بالأمس عملوا مشروع 50 مليون دولار ما استفدتش منه جموع اللاجئين ولا حاجة، اللي هو إدخال النظام الإلكتروني في الوكالة. المحتجون يهدفون لخلق رأي عام محلي ودولي يضغط على الدول الداعمة لسد عجز وكالة الغوث، أملا بأن لا يدفعوا أرزاقهم ومستقبل أبنائهم ثمنا لتقاعس دولي. لتلفزيون القدس كنان عيسى، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.